بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده بإذن الله تعالى عايز أتكلم مع حضراتكم عن الشهر الأول في حياة أي طماطم أنت بتزرعها. أي طماطم أنت بتزرعها داخل البيوت المحمية وممكن كمان خارج البيوت المحمية، تمام؟ باختصار شديد وبدون ما تتشنج قوي يعني، وبدون ما اي حد يتحيز لرأيه، انت النهاردة رحت على الارض بتاعتك وجهزتها وحطيت السماد العضوي، تمام؟ ده اللي يهمنا. حطيت سماد الاساس او ما حطيت سماد الاساس ده، هو زي ما قلنا هو عبارة عن بعد ما بتحط المادة العضوية اذا كانت سماد دواجن او سماد ابقار او كومبوست ايا كان اللي انت هتحطه، وبالكميه برضو اللي ترتضيها انت، ما عندكش اي مشكله خالص، ما حدش هيفرض عليك حاجه، تمام؟ بتبدا تحط سماد الاساس او ما حطيتش. انا عن نفسي بعد الاسمده ما بقيت يعني في السماء ما بقيتش احط بصراحه ربنا، بس كنت هتحط فحط لك شويه سوبر فوسفات، تمام؟ برضو بالكميه اللي انت عايزها على قد مقدرتك، شويه بوتاسيوم محبب، تمام؟ يعني المهم حط اللي انت عايز تحطه، ديت ما عندناش مشكلة فيها. لكن اللي عندنا مشكلة فيها هي الـ بعد ما بتزرع علشان النبات ما يحلش منك ويصبح اللون بتاعه أصفر، تمام؟ الجذور مش متعمقة وفيها مشاكل، لأن الجدر ده بمثابة اللي هو الأساس بتاع أي عمارة انت بتبنيها أو بيت. طالما الأساس بتاع البيت ده كويس يبقى تبني عليه كل الأدوار بتاعة الطماطم اللي جاية لك، تمام؟ كلستر الأول، الثاني، الثالث، يعني إنتاجية في الآخر لحد ما بتوصل لسلك حامل المحصول وهترقد وتشتغل ثاني. طبعا أنا بكلم ناس ممارسين يعني للطماطم داخل البيوت المحمية، يعني مش لازم أفسر كل حاجة، تمام؟ فالمهم طبعا أنا في الأرض ديت النهاردة، وعشان تكون في الصورة يعني أنا شايل، لما بمندش بشيل الصوت عشان صوت المراوح طبعا بيعمل إزعاج، فبجيب الفيديو قدامك وبحاول أعلق عليه أو أتكلم عليه، تمام؟ الخمس أيام الأولى بعد الشتل يبد يكون الشتلة بتاعتك صغيرة وخالية من أعفان الجذور، لأن لو في أعفان جذور صدقني الدنيا من أولها خربانة، تمام؟ واتكلمنا قبل كده وصدقني قصة أعفان الجذور في الطماطم اللي عندك مش عايزة غير حاجة واحدة بس، أضبط ري المشتل. أول تاني أضبط ري المشتل، أول مرة ادي مية كويس جدا في الصواني بتاعتك، بعد كده يعني تنسيم ميه، نسمه ماشي، مست ضباب كده بس ميه، تمام؟ المهم الصينيه ما تجفش منك وخلاص، وتوصل ليه ان البذره تحت تحمص، تمام؟ وبعد كده يعني الري باعتدال، هتطلع شتله 10 على 10 من غير يونيفورم ومن غير اي حاجه، اقسم بالله والله على ما اقول شهيد، من غير اي حاجه، تمام؟ انت المبيدات دي عملوها للعفان بتاعت عفان الجسور، للي هو عنده مشكلة ومش قادر يتحكم في القصة دي، تمام؟ قصة تهوية بتاعت المشتل عنده مش كويس، قصة المية عمال يدي مية على الفاضي وعلى المالية، كل ما يتعب نفسيا يروح يدي مية، تمام؟ المهم مش مشكلتنا دي. انا النهاردة جبت شوية، خلي بالك طويل بس معايا عشان الفيديو طويل شوية، ده احنا بنتساهر في رمضان والدنيا كويسة يعني، تمام؟ فاللي عايز اقوله لك، طالما الشتلة بتاعتك نزلت كويسة يعني في جذور كويسة، طالما في جذور كويسة يبقى في عندي امتصاص للعناصر الغذائية اللي في التربة من خلال الجذر، هتبقى كويسة. ليه؟ عندك جذر كويس. طيب لو جبنا خليك معايا، لو جبنا حب فول، عارف الفول؟ الفول البلدي ده كنا بناكله زمان. لو واحد جبت له فول، شوية فول كده واسنانه تمام التمام، هيقرشهم وهيبقى تمام التمام، فاهمني؟ طيب لو واحد ما فيش اسنان هياكل الفول؟ لا، مش هيقدر يكسر الفولة، تمام؟ لان ما فيش اسنان. هكذا النبات، اذا كان السنان بتاعته الاولى، فاهمني، في الجهاز الهضمي بتاعه، اول حاجة الانسان الجهاز الهضمي عنده الاسنان، تمام؟ الاسنان بتهضم كويس، بتمضغ كويس، دنيتك كويس. الجذر كذلك في النبات، لو انت منزل الجذور بتاعتك كويس، تمام، وبدأت يعني تاكل كويس من الارض
أمورك طيبة، لازم الجذور تنزل إيه كويسة علشان تمضغ العناصر الغذائية اللي أنت حطيتها في الأرض، وبالتالي بيظهر الكلام ده التقدم بتاعه على النبات. ممكن الدنيا ما تكونش كويسة أوي في الأول، بنساعد بشوية أسمدة ورقية ولا بتاع، دي حاجات ودي مدارس ودي خصوبة الأرض ودي يعني داخلة في قصص كبيرة. لو توسع مخك معايا لقصة الزراعة، أصلها مش يعني بص مش ما أصلها مش هي مش يعني حاجة مش ثابتة، فهمني؟ ولا ثابتة في كل أرض، ولا عند كل مزارع، ولا كل مية، ولا كل صنف طماطم، ولا أي في حاجات كتيرة. جماعة الخير، أنا 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 لما جيت الكويت جديد كان في صنف طماطم مخصوص بيظهر فيه عن نقص كالسيوم من دون عن كل الأصناف، هو بيظهر فيه حال نقص كالسيوم، طب هتعمل له إيه؟ هو ظروفه كده. إيه السر في المربي كان عامل إيه؟ الله أعلم. المهم الصنف ده لازم يظهر فيه نقص كالسيوم، أو الله العظيم بدون على الأصناف كلها. ولو زرعت الصنف ده في خط والخط الثاني في صنف ثاني ما يظهرش يظهر نقص كالسيوم هنا وما يظهرش نقص كالسيوم في الصنف الثاني. ده ليه؟ لان عايز اقول لك ان القصه بتختلف من ارض لارض، ومن ميه لميه، ومن صنف لصنف، ومن مزارع لمزارع، وليله طويله اعمل حاجه سمك. تمام. طيب انا زرعت الجذور بتاعتي سليمة، الأسنان بتاعت النبات اللي هي الجذور سليمة عشان هتاكل، بعد 5 أيام مفيش أي حاجة خالص، ما بنحطش أي حاجة خالص. طيب هنبدأ بإيه؟ تبدأ بس يوم ويوم الأسبوع الأول، يعني 5 أيام الأولى ما فيهمش حاجة، الأسبوع الأول يوم ويوم نص جرام 20 20 20، مفيش طب 19 19 19، مفيش طب 18 18 18، مش فارق في أي حاجة خالص. خلاص تمام. تمام. مفيش شوية حمض فوسفوريك مع شوية نطرات. تمام. لو في الشتي شوية حمض فوسفوريك مع شوية يوريا. تمام. برضو في محصلة كام؟ النص جرام، الجرام إلا ربع كده. تمام. ده الأسبوع الأولاني، والأفضل نحط 20 20 أو 18 18 أو 19 19، نص جرام لكل نبات يوم ويوم خلال الأسبوع الأول بعد الشتل. يعني الشتل خلصنا شتله، سيبنا أول 5 أيام من غير حاجة مية صافية لحد ثبات الشتل، ونحس إن النبات ابتدى يعني لونه يحل كده، وابتدى بقى إيه ها يعني نحفر كده على الجذور، نلاقي جذور بيضة ابتدت تطلع من مكعب البتموس اللي انت حطيت النبات فيه في الأرض. خلاص خلاص. بعد كده قلنا الخمس ايام دول، بعد الخمس ايام دول الاسبوع اللي بعد الخمس ايام دول او الثمان ايام او العشر ايام استخدم 20 20 او 18 18 او 19 19، نص جرام لكل لتر يوم ويوم. يعني استخدمه كم يوم؟ 5 ايام في العشر ايام، يوم ويوم يوم ويوم، تحط نص جرام نص جرام لكل نبات طماطم. يعني لو عندك الصوبة فيها او البيت المحمي فيه 1000، هتحط له كافي نص كيلو قوي. تمام. في 1000 نبات كفاية نص كيلو قوي في العشر أيام الأولى، لحد طبعا هيحصل. هتقول لي ده شوية خالص، لا ما انت عندك مادة عضوية برضه هتشتغل معاك، والمادة العضوية فيها أزوت عالي يا جماعة الخير، ودي عن تجارب يعني، دي فيها أزوت عالي جدا، وخصوصا الدواجن فيها أزوت عالي جدا، بتلاقي النبات بتنطط مجرد الجدر بس ما بيوصلها أو بيحس بيها. تمام. يبقى ده 15 يوم الأولانية. طب ال 15 يوم التانية، 15 يوم التانية يا طويل العمر هتبدأ تحط لنا بس نفس القصة، بس هتزيد عليها. يعني ال 15 يوم التانية هتحط نفس القصة، نص جرام 20 20 20. تمام. مع يوم هتحط حمض فسفوريك، تمام، بمعدل ربع جرام لكل نبات، ومرة هتحط لنا ربع جرام سلفات مغنيسيوم. خلصانة كده؟ والله العظيم ما عايزين منك إلا كده، وهتلاقي عندك طماطم ما حصلتش. خلاص كده. ال 15 يوم الثانية يعني من يوم ال 15 للشتل لحد اليوم ال 30 هتحط لنا نص جرام نص جرام. تمام. نص جرام. ممكن تزود، ممكن تزود لو عندك النبات حاسس ان هو قابل وبتقدم معاك، تزود، ممكن تزود، ما عندكش اي مشكلة خالص. هتحط تفضل بره على نص جرام يوم ويوم، بس النص جرام ده هتحط لنا معاه ايه؟ هتحط لنا معاه ربع جرام حمض فسفوريك مرة، وربع جرام سلفات مغنيسيوم مرة. طب لو ما فيش حمض فسفوريك، عندك 13 40 13، ممكن تحط عندك الماب اللي هو 12 0 ال 12 0 60 ال 12 60 0 او 0 12 60 0. تمام.
هتحطه، ما عندك 1261 زيرو تمام، هتحطه عندك ما فيش اي مشكلة خالص. وبعد كده لو لقيت النبات عندك فيه مشكلة، شوية احماض امينية، شوية احماض امينية مع 20-20-20 خاص بالرش، خاص بالرش، وفضل اوروبي عشان اللي هو محلي معكوك وفي خلط وفي بلاوي سود. بعد كده هتلاقي امورك طيبة، هتلاقي امورك طيبة خالص ما فيش اي مشكلة، وان شاء الله يعني يكون عندك شوية طماطم زي الفل، ما عندكش اي مشكلة خالص. وما تقلقش على فكرة، في الشهر الاولاني الطماطم بتبدأ يعني الصحوة بتاعتها، بداية من الشهر الثاني بتبص تلاقي نمو خضري كويس جدا، وابتدأ التزهير. طبعا التزهير هيبدأ عندك مجرد ما بعد الشتل بعشرين يوم لخمسة وعشرين يوم. وفي طماطم كمان على حسب ما انت مطلعها من المشتل، ممكن في طماطم على فكرة على 18 يوم بعد الشتل بيحصل عملية التزهير لحد 25 يوم، هتلاقي بدأ عندك ينزل الكلاستر الأول خالص وأمورك طيبة. هنكمل الشهر الثاني بكل أريحية وبساطة ويسر. حياكم الله، كل عام وانتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.